السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم طلابي الصف الثاني الإعدادي في مادة التربية الإسلامية. عندنا أول درس النهاردة درس استخلاف الله الإنسان في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هنا الدرس إن ربنا سبحانه وتعالى بيستخلف الإنسان، جعله خليفة في الأرض. بيبتدي أول الموضوع إن في ولي أمر أو مدرس عنده ثلاث أبناء، علاء وعمر وحبيبة، وخدهم معرض الكتاب الدولي، وكل واحد خد كتاب وطبعا بيقرأه، وفي الآخر بيقول لهم أنتوا استفدتوا إيه أو أنتوا قرأتوا إيه، فماذا قرأت؟ فواحد من الولاد علاء ما يقول له أنا قرأت الموضوع مهم، تعجبت مما قرأت إن ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعله خليفة في الأرض يسكنها ويعمرها ويستخرج خيراتها. والعجب يا أبي أن بعض الناس أفسدوا في الأرض، ونسمع اللي بيقتل وبيشرد واللي بيأذي الناس واللي بيفس في الدماء واللي بيلوث التربة والماء والهواء، وكل ده ظلم على في الأرض وللعباد اللي عايشين في الأرض. وإن ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، إن هو برضه يستخلف يكون خليفة في الأرض ويستخرج خيرات الأرذ. قال تعالى: وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سألت حبيبة: ولكن يا أبي ما معنى قول الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك؟ التسبيح هنا هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أي نقص، والتقديس معناه التعظيم والتسبيح والتقديس. من أفضل الكلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكتي أو لعبادي إلا سبحان الله وبحمده، يعني أفضل الكلام سبحان الله وبحمده. قالت الحبيبة: الخلافة تقتضي أن يكون الإنسان مؤمن صالح حتى يحقق الخير في الأرض، فهل ورد في القرآن ما يؤكد على ذلك؟ يعني قامت الأمة طبعا أنا أجيبك. قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد الناس المؤمنين اللي هم هيمكنهم في الارض طالما هم ماشيين على منهج الله سبحانه وتعالى. وجاء واحد للرسول بيشتكي اذى المشركين، فاما سيدنا النبي بشر بزوال الخوف وحلول الامن، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت، لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. طبعا ابتسم الوالد وقال طبعا يا ام علاء زوجته: اتذكرون يا ابنائي كيف بدل الله حال المسلمين من الخوف والاذى والتعذيب الى عز ونصر وسيطره على الارض ونشر الاسلام في ربوع الارض. وهنا ينتهي هذا الدرس، وشكرا لكم.